اهلا بيكو، اختار حجر ونشوف ايه رسالة الشخص اللي في بالك ليك دلوقتي. الاحجار اللي معانا، الحجر ده المجموعة الاولى او الاختيار الاول، او الحجر ده هيكون المجموعة التانية او الاختيار التاني. نبدأ معاكم باصحاب المجموعة الاولى اللي اختاروا الحجر ده. الشخص اللي في بالك ايه رسالة اللي هو حابب يقولها لك دلوقتي؟ يبدو كده ان العلاقة دي هي علاقة مراقبة ومتابعة اكتر، وقد يكون انت بالفعل عندك اصلا زواج او في علاقة زواج او ارتباط او حاجة، او في حد تاني في حياتك غير الشخص ده. الشخص ده هو كتير بيبص عليك، للبعض منكم ممكن يكون طريقة متابعة او اهتمام الشخص ده بيك من خلال الشغل او العمل، او بتتقابلوا جايز جيران او حاجة في مكان مادي بيقدر الشخص ده انه يشوفك من خلاله. انت هنا شوية صامت مش عايز تتكلم معاه، وهو كشخص بيعيد النظر في العلاقة دي مرة تانية، وكأن التفكير الغالب عليه أكتر تفكير القطع أو تفكير البعد. وقد يكون لحد فيكو أنه زي يبقى ما بيتكلمش معاك بالفعل في الحقيقة، يعني فيش تواصل مادي، ولكن يكون هناك تخاطر أو تواصل روحي. لسبب او لاخر، بالذات لو العلاقة دي من العلاقات الصعبة او المعقدة، يمكن الشخص ده بيقولك انه مش في هذا العالم او مش في الحياة دي، ولكن ربما في عالم تاني او في حياة تانية. ويمكن الرسالة دي زي ما قلت لكم لو انتوا الاتنين مش قادرين تكونوا مع بعض لاسباب بقى، ظروف، دين، اختلاف جنسيات او حاجة، يعني اهلكوا رافضين، في عائق بينك وبين الشخص ده. اصحاب المجموعة التانية، هنا انت مؤمن جدا بان العلاقة دي قدرية، او ان لقائك ومقابلتك بالشخص ده ما كانتش صدفة ولا حاجة، ولكن كان لحكمة الهية وقدرية معينة. في طاقة انجذاب عالية قوي من الشخص ده ليك، والطاقة الانجذاب اللي هنا بيغلب عليها الطابع الجسدي شوية. يرغب ان العلاقة بينك وبينه يكون فيها استقرار اكتر من كده، وتكون واضحة او تكون في النور. من الاخر، لو الشخص ده مخبيك او يظهرك للناس، لو العلاقة دي انت هو بس اللي عارفين بيها، لا، يبقى الاهل يعرفوا والاصدقاء يعرفوا والجيران والدنيا كلها تعرف. واذا ينفع زواج، فاكيد اكيد اكيد ان الشخص ده حابب يكون العلاقة بينك وبينه ان شاء الله تتجه للزواج. ويمكن انتم بالفعل يعني اخدتوا الخطوات لحاجة زي كده، جايز انتم مخطوبين، جايز كلها فترة بسيطة، شهور قليلة او حاجة، وتلاقي ان انت والشخص ده لبستوا دبل يعني، او رحتوا بقى عش الزوجية. بالتوفيق ان شاء الله، بالذات لو انت ترابي او اسد او ناري او ناري مرة اخرى. شكرا ليكو، او كذلك قد يكون الحبيب ايضا. تنسوش تعملوا اكسبلور عشان يوصل الفيديو لاكبر عدد.